الله يا عمان العلم والتاريخ، عظيمة يا ملاذ السلم والحكمة، رفض هذا الزمان اللي معاك يشيخ، نفض كل التراب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل متابعي تلفزيون سلطنة عمان، وطن الشموخ والأمان، في هذه الحلقة والتي تصادف السابع من شهر رمضان لعام 1439 هجرية. وطبعا اليوم تأخرت الحلقة وتطلع لكم أيضا عن على شاشة عمان مباشر، كلنا نعرف السبب. رسالة لجميع من يتابعني الآن، نتمنى من الجميع تحري الصحة، صحة الأخبار، وعدم نشر الشائعات عن طريق الواتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. هناك فريق عمل، أو بالأحرى فرق عمل متكاملة لنقل الصورة الصحيحة والخبر الصحيح إن شاء الله. عليكم بسماع الأخبار من المصادر الموثوقة، سواء من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وغيرها من المصادر الموثوقة الأخرى. إذا مشاهدين الأعزاء، نرحب بكم في الحلقة السابعة من برنامج المسابقات ألقى العافة، أهلا بكم. أصدقائي متابعين ومحبي برنامج القلعة، إذا ما حالفكم الحظ تشاركوا معنا عن طريق الاتصال أو عن طريق الحضور معنا هنا في القلعة، تقدروا تلعبوا معنا وإحنا على الهواء في مسابقة سر القلعة وشخصيات القلعة عن طريق الرسائل النصية القصيرة، وتربحوا فرصة للفوز ب 100 ريال عماني. إذن نذكركم مشاهدين الأعزاء كالعادة برنامج القلعة في بدايته معنا السحب على اسمين فايزين معنا ب 250 ريال عماني، 250 ريال عماني. الكمبيوتر هو من يجري القرعة. إذا حابين تشاركوا معنا في هذه المسابقة، ما عليكم إلا إرسال كلمة القلعة على الأرقام الخاصة بالبرنامج، فقط كلمة القلعة على الأرقام الخاصة بالبرنامج. كل يوم عندنا سحب على 500 ريال في بداية كل حلقة لصديقين محظوظين، وعندنا سحب أسبوعي على 10,000 ريال، وليلة العيد إن شاء الله 20,000 ريال عماني. إذن نشوف الأرقام المشاركة معانا ونشوف مين سعيد الحظ معانا، أول واحد أو سعيدة الحظ. الكمبيوتر الآن يجري القرعة، 250 ريال بداية حلقتنا، يا ترى بتروح لمن؟ مين سعيد الحظ؟ نشوف على الشاشة وياكم. 9634-3954، 9634-3954، ألف مبروك عليك، 250 ريال في بداية الحلقة السابعة من برنامج القلعة. بعد عندنا فائز آخر، يلا يا كمبيوتر عطنا الفائز الآخر، 250 ريال أخرى بعد بتروح لصديق آخر شارك معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة. و أوكي، 9945-6059، 9945-6059، ما نعرف الحين مين أصحاب الرقمين، طبعا بيتواصل معهم فريق العمل بعدين نعلن لكم أسمائهم. فازوا معنا كل واحد فيهم 250 ريال عماني. بدأ البرنامج وبدأت الاتصالات، ومعانا مين؟ رقية. إذا مشاهدين الأعزاء، سنستقبل أول اتصال معنا، ومعنا المسابقة الأولى هي مسابقة سر القلعة. مسابقة سر القلعة طبعا نعرض عدة قلاع على قلعتنا هنا في الاستوديو، على المتصل أن يختار إحدى هذه القلاع، وبعدها إن شاء الله هل مجرد تستمر المسابقة إلى ينفوز معنا ويعرف كلمة السر. معنا بنية فايزة، إحدى الفائزين، صح؟ جميل، بنتعرف. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك. عفوا، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. من معانا؟ محمد تاني من بادي. محمد من وين؟
من ولاية ضنك محافظة الظاهرة. حياك الله، مبروك عليكم 250 ريال، توقعت الفوز؟ لا لا، الله يبارك فيك حبيب. ايش حاب تقول بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ كل عام وانتم بخير، الله يعود علينا وعليكم. وانت بألف خير، شكرا جزيلا لك، والف مبروك عليكم 250 ريال. الله يبارك إذن فيك، حياك الله. إذا مشاهدينا الأعزاء، لحظات ونبدأ معكم أولى فقرات حلقتنا اليوم، وهي فقرة سر القلعة، ابقوا معنا. السلام عليكم، معنا رقية، كيف حالك يا رقية؟ الحمد لله، كيف حالك؟ أهلا فيك، من وين تكلمينا؟ من سمد الشام. من سمد الشأن، ما شاء الله. رقية، أول مرة تشاركي في برنامج تلفزيوني ولا شاركتي قبل؟ أول مرة، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة وتفوزي معنا، قولي آمين. آمين إن شاء الله. يلا شدي حيلك معنا. عندك القلاع الحين ظاهرة على الشاشة، واختاري قلعة منهن إن شاء الله. تفضل، اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. يلا يلا يا رقية. مطرح؟ مرباط؟ مطرح مطرح مطرح. يلا بنشوف كم المبلغ. 50 ريال، 50 ريال. جاهزة؟ يلا اسمعيني من التليفون لو سمحتي. إحدى ولايات محافظة مسندم، وهي أكبر ولاياتها، تطل على بحر عمان، إيش اسم هذه الولاية؟ مش خصب. ها سهلة، عفوا، 10 ثواني. ايش جوابك؟ ايش جوابك رقية؟ هذه مشكلة تأخر الصوت، نتمنى من الجميع دائما سماعي عبر الهاتف مش من التلفزيون، لأن صوتي وصلكم متأخر فتفرق حد الثانيتين. يعني نعتذر لك يا رقية، وتوفقي معنا إن شاء الله مرة أخرى. اتصال آخر، السلام عليكم. مصطفى، كيف الحال مصطفى؟ مصطفى، ألو، السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا مصطفى؟ خير وعافية أخي. طيب، من وين تكلمنا؟ والله ملاي الضنك أخي العزيز. من وين عفوا؟ ولاية الضنك. من ولاية الضنك، حياك الله يا مصطفى. الله يحييك أخي العزيز. إيش رأيك ببرنامج القلعة إلى الآن؟ ما شاء الله عليه، يعني مبدع. أحسن فقرة عندك إيش؟ السر، سر القلعة ولا الشخصيات؟ والله هذا أول فقرة بمعنى، يعني ما شاء الله. سر القلعة. أي نعم، سر القلعة. طيب، إحنا الكلمة اللي نتكلم عنها اليوم مكونة من 7 أحرف، هي أول كلمة أرسل سر معانا، واختار قلعة يا صديقي. وش نقول لها بعد باقيات؟ عندك ما شاء الله الخير وايد، النعمان، جبرين، رستاق، نخل، مرباط. جبرين. ايه. سؤال قلعة جبرين، أول شيء نشوف كم الرقم، بنشوف كم بتحصل. 15 ريال، حلوين، بداية إن شاء الله طيبة. يلا بسم الله. السؤال يقول: أكبر الرؤوس الرملية التي تطل على بحر عمان. الرؤوس الرملية التي تطل على بحر عمان. أكبر رؤوس. منطقة مشهورة جميلة للسياحة، يعني يقصدها السواح المحليين واللي يجون برا. هي محافظة. لا، أكبر الرؤوس، رأس. رأس الحد. رأس الحد يا مصطفى، إجابة صحيحة. أيوه، رأس الحد. أول حرف عندك حرف الألف، طلع لك كل كلمة، وعندك 15 ريال. يلا اختار قلعة ثانية. قلعة نزوة. نزوة، قلعة نزوة، نشوف كم الرقم اللي ورا قلعة نزوة. كم الرقم؟ 85 ريال. جميل يا مصطفى. يلا بسم الله. السؤال يقول: أرخبيل في بحر عمان ضم 9 جزر، الخرابو والحايوت والجبل الكبير والجبل الصغير وقسمة والجون وأولاد الجون. هذا الأرخبيل عبارة عن جزر، أكيد جزر إيش؟ جزر مضيق هرمز. جزر. سؤال شوية صعب يا أخي. 9 جزر. خ...
خرابه، الحيوت، الجبل الكبير، الجبل الصغير، وقسمه، والجون، حلانين، حلانين. نبدأ التوقيت الآن وبنعطيك آخر محاولة يا صديقي. يزر الحل. أنا أسمعك. إجابة خاطئة. بدأ التوقيت بين السيب وبركة. الخميس سلام. بين السيب وبركة عندك 5 ثواني. الخميس سلام. لا، إجابة خاطئة يا مصطفى. حظ أوفر إن شاء الله في المرات القادمة. حمد السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله نشكر الله. من وين تكلمنا؟ من المعديلة. من؟ المعديلة. من العديبة. أهلا وسهلا فيك يا حمد. المعديلة ونعم فيك حبيبي حمد. الله نعم. عندك 15 ريال وللحين ما حد فاز معانا في سر القلعة، ما يصير هذا الكلام، صح ولا لا؟ صحيح. طيب تفضل اختار قلعة. النعمان. النعمان، قلعة النعمان. أيوه. يا سلام، بنشوف المبلغ اللي على قلعة النعمان، 35 ريال. طيب؟ طيب يلا. السؤال يقول: طاحونة حجرية تقليدية تستخدم لطحن الكثير من البقوليات والحبوب قديما طبعا، ايش اسمها؟ طاحونة قديمة. ايوه اعرفها، هذه اللي تحركها. ايوه تتحرك. تحركوها. ألف لام راء. عندك 10 ثواني. والله يلا أسرع يا صديقي، أسرع يا حمد. حمد لا، اليوم الحلقة للحين مش طيبة كذا، بنزعل منكم. اتصال جديد. السلام عليكم. شكرا لك يا حمد. السلام عليكم. سمية كيف الحال؟ الحمد لله. من وين تكلمين يا سمية؟ من ولاية سمال. اهلا فيك يا سمية. سمية متصلة تسولفي ولا تفوزي؟ افوز ان شاء الله. طيب احنا نريد تفوزي يا سمية لو سمحتي. طيب ان شاء الله. يلا اختاري قلعة. قلعة رستاق، النعمان، نخل. النعمان. النعمان. يلا نشوف كم الرقم اللي خلف قلعة النعمان. 35 ريال. والسؤال يقول: طاحونة حجرية تقليدية تستخدم لطحن الكثير من البقوليات والحبوب، ايش سموها قديما؟ الرحاء. الرحاء، إجابة صحيحة يا سمية، صح. إذن 35 ريال بتنضاف لرصيدك. وننتقل لقلعة أخرى. قلعة نخل. نخل، نشوف قلعة نخل. هذه، لا هذه، سامحوني. يلا 65 ريال يا سمية. السؤال يقول: تحصين دفاعي في ولاية خصب بمحافظة مسندم بني على أنقاضي حصن قديم بناه البرتغاليون، كان يطلق عليه اسم جوسابويت ميز بموقعه، ويتميز جوسابو ويتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على مياه الخليج العربي. حتى مكتوبة لكم أنتم نفس الشيء، يعني ما أغلط فيها. كيف؟ ما عرفتي حصن إيش؟ اسمه؟ حصن في ولاية خصب. حصن إيش اسمه؟ حصن خصب. حصن خصب، إجابة صحيحة. هذه من عندي لأني لخبطت في السؤال. يلا صار عندك الحين من 65 إلى 35 صار عندك 100 ريال. يلا الحين اختاري قلعة أخرى لو سمحتي. قلعة بهلة. بهلة، قلعة بهلة. قلعة بهلة مش موجودة. عندك نزوة، رستاق، مرباط، مطرح. رستاق. رستاق، قلعة الرستاق. والسؤال يقول طبعا بيطلع لك الحين كم الرقم؟ 115 ريال. جميل. يلا السؤال يقول ولا أسهل: حاكما عمان قبل الإسلام استلما رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهما فيها إلى الإسلام،
فاستجابا إلى ذلك. من هما الحاكمان؟ عبد وقيصر ابن القلندة. إجابة صحيحة يا سمية، 115 ريال في رصيدك الحين. طيب، الكلمة مكونة من 7 حروف، عندك ألف فراغ، هاء فراغ، ميم وفراغ. تحبي المأكولات البحرية؟ لا ما تحبي لك البحري. زين، احنا نتكلم عن نوع من أنواع السمك تشتهر به السلطنة. طيب؟ نعم. يلا اختاري قلعة أخرى. طيب ما في مشكلة. نزوة. نزوة. نزوة، قلعة نزوة، نشوف كم الرقم. يلا نشوف كم الرقم. 85 ريال. والسؤال يقول: أرخبيل في بحر عمان ضم 9 جزر، الخرابة والحايوت والجبل الكبير والجبل الصغير وقسمة والجون وأولاد الجون. جزر، إيش اسم هاي الجزر؟ بين السيب وبركة. بين السيب وبركة. جزر أ ومحمية، طبعا محمية طبيعية. أعطيني مساعدة شوي. أد جزر ألف لام دال. الديمانيات. جزر الديمانيات يا سمية، ليش بترددة؟ إجابة صحيحة. لا تخافي، عندك 300 ريال الآن. والكلمة الحرف المفقود الآن وجدنا حرف اللام، ألف لام التعريب، بعدين هاء، بعدين فراغ، بعدين ميم، واو فراغ. من أنواع السمك وألذها. خلاص عرفت. بتجاوبي؟ أيوه. يلا قولي. الهامور. الهامور صح يا سمية السيابية. طيب مبروك عليك. الله يبارك. إذن نشكر سمية اللي شاركت معنا. سمية السيابية فازت 300 ريال العماني، وأيضا بنت فازت معنا عن طريق الاسمس واسمها عبير بنت عيسى الدغيشية. عبير بنت عيسى الدغيشية فازت ب 100 ريال عماني. شكرا لجميع من شاركوا معنا الآن. ناخذ متصل جديد. السلام عليكم. ماجد كيف حالك؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا ماجد؟ الحمد لله حسنا، كيف حالك؟ من وين تكلمنا؟ من صحار. من صحار، حياك الله يا ماجد. كيف أجواء رمضان معاكم؟ طيب الحمد لله. مستعد للمسابقة؟ إن شاء الله شيخ. يلا عطوا القلاع لو سمحتوا ونشوف أي قلعة تختار. نزوة. نزوة، نشوف قلعة نزوة كم الرقم اللي ورا. 55 ريال. طيب إن شاء الله. يلا، مدينة انطلقت منها دولة اليعاربة عام 1624. نقول ولاية. ولاية معروفة فيها قلعة معروفة جدا. ممكن نزوة. ما سمعتك، ركز. مدينة انطلقت منها دولة اليعاربة عام 1624 ميلادية. نخل. بنعطيك آخر فرصة وبدأ التوقيت. والله صعب شوي. لا لا أبدا مش صعب. قلت نخل. صحاب. جنوب المصنعة. آخر محاولة. حظ أوفر يا ماجد في المرات القادمة، وشكرا لك على اتصالك. معنا عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا عائشة؟ الحمد لله طيبة. من وين تكلمينا؟ من صحن. أهلا وفيكي يا عائشة، يعني نتمنى أنك توفقي معنا. جاهزة؟ جاهزة الحمد لله. يلا طيب اختاري لنا قلعة يا عائشة. بسم الله. نزوة. نزوة. يلا قلعة نزوة، نشوف كم الرقم اللي على قلعة نزوة. عائشة البادية اختارت أول قلعة، قلعة نزوة. والسؤال يقول، عرضناه قبل شوي، مدينة انطلقت منها دولة اليعاربة عام 1624. ولاية. ولاية إيش؟ مش نخل. الرستاق. إجابة صحيحة يا عائشة، جميل. وفي رصيد 55 ريال عماني. والحرف الآن حرف اللام. يلا اختاري قلعة أخرى.
في حماس عندها في البيت. يلا يا عائشة قلعة أخرى. ما أشوف لو سمحت. جبرين، الرستاق، نخل. جبرين. ونشوف كم الرقم، كم المبلغ، كم المبلغ يا ترى؟ قلعة جبرين هو اللي بيتحدد لك في حال أجبتي إجابة صحيحة على السؤال. طب يلا، عليه 75 ريال. طيب يلا، شجرة معمرة دائمة الخضرة من الأشجار الضليلة المعروفة في عمان، أزهارها مصدر غذائي مهم لنحل العسل العماني. الشجر، عفوا، شجر، شجرة، شجرة، السدرة، السدرة، صح، إجابة صحيحة. نعم. أوكي، في احتفال في البيت عندنا، وعايشة إن شاء الله تكمل فرحتكم وتحافظي على المبلغ. عندك 130 ريال. طيب؟ إن شاء الله يا رب. طيب الحين عندك فراغ، لام، فراغ، ألف، فراغ، فراغ. يلا روح القلعة أخرى. اختاري. رستاق، نخل، رستاق. يلا نشوف قلعة الرستاق كم المبلغ اللي بيطلع لك إذا جاوبتي صح. عندك للحين 130 ريال. يلا، 95 ريال. والسؤال يقول يا عائشة، يزرع البن في عمان في محافظتين هما؟ محافظتين. لو صح تساعد شوية. يلا، محافظة ظفار، حفظ الله ظفار، وفي محافظة ثانية. ظفار و داخلية. الداخلية. إجابة صحيحة. عايشة اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. يلا شوف كم بيصير عندك الحين. عندك صار 225 ريال يا عائشة. يلا، عندنا فراغ، لام، باء، ألف، فراغ، فراغ. نتكلم عن ثمرة من البقوليات تشتهر عمان بزراعتها وتناولها، وعدة طرق لتحضيرها، ولها مجموعة أسماء مختلفة باللهجة المحلية. في مصر يسموه فول. هذا بعد مخرجنا، هدية لك. يلا تفضلي. قلعة ثانية. الباقل. الباقل، إجابة صحيحة يا عائشة. الحين يحق لكم الاحتفال، 225 ريال يا عائشة البادية، مبروك. شكرا لعائشة اللي فازت ب 225. ايوه كذا الاجواء تكون حماسيه ويرتفع رتم الحلقه. السلام عليكم، اتصال جديد. اذا يبدو ان عندنا فاصل قصير وبنرجع ان شاء الله بنكمل معكم فاصل ولنا عوده مع القلعه، ابقوا معنا. القلعة،
حياتك غير، تزين أيامك وتحلى بسعادة تصير، سعادة تصير. تعال ونسوي شي ينفعنا، يكون له قيمة له معنا، يعيش طول العمر معنا وله تأثير. تعال ونسوي شي ينفعنا، يكون له قيمة له معنا، يعيش طول العمر. كيف نخلي بهجة رمضان تملى كل مكان؟ بصورة حلوة أو بكلمة أحلى، تستفيد من وقتك قبل الفطور وما تفوتك لحظة على السحور، ما تفوت الفرصة لما يجيك الدور، تعزم أحبابك أو هم يعزمونك، لحظات رمضان تحلى مشاركتها مع أريدو. أريدو، استمتع بالإنترنت، استمتع بالصحة والطعم الطازج والشهي. تم تربية دجاج الصفاء في عمان بعناية، فهي تتغذى على أعلاف طبيعية بدون هرمونات، بدون مواد حافظة، وبدون صبغات أو مواد مضافة. 100% حلال وطازج كل يوم، ولذلك تعد الصفاء للأغذية العلامة الرائدة في مجال إنتاج المنتجات الغذائية للسلطنة وخارجها. الصفاء، خيارك الطازج الصحي والشهي. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحية جميلة للفنان الجميل صلاح الزجالي والفنان الأجمل أيضا أحمد البلوشي على هذا العمل الرمضاني اللي ما بنقول رمضاني، عمل مناسب لكل الأوقات والأزمان صلى الله عليه وسلم. إذن مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى في برنامج القلعة، وصلنا الآن إلى فقرة شخصيات القلعة. قبل ذلك أحب أذكركم بالمشاركة في مسابقة القلعة، ما عليكم سوى إرسال كلمة القلعة على الأرقام الخاصة بالبرنامج وتدخلوا معنا سحب يومي على 250 ريال عماني بتروح لصديقين محظوظين، وسحب أسبوعي على 10,000 ريال عماني، وليلة العيد 20,000 ريال عماني. إذا حبيتوا تشاركوا معنا عن طريق الاتصال ارسلوا كلمة سر على نفس الأرقام، أما إذا حبيتوا تحضروا معنا هنا في قلعتنا ارسال كلمة إيش نرسل عشان نحضر؟ تحدي، تحدي. طيب إذا مشاهدين الأعزاء، وصلنا إلى فقرة شخصيات القلعة. اليوم الوقت يدركنا وناخذ معنا أول اتصال. السلام عليكم محمد الحلحلي، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين يا محمد؟ من ولاية العوابي. والله ونعم فيك، أهلا وسهلا فيك يا محمد. ومعانا الحين عدة أرقام أمامك، عدة قطع، تختار قطعة ونتوكل على الله. يلا بسم الله. 75 مرتب أمورك شكلك، ها؟ مخطط صح؟ إن شاء الله إن شاء الله. يلا. مدينة عمانية استقبلت في السنة الثامنة من الهجرة عمرو بن العاص وأبا زيد الأنصاري مبعوثي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاية عاصمة عمان سابقا؟ الباطنة. نزوة في عاصمة الباطنة، عاصمة حار. عمان سابقا صحار. لا تستعجل يا محمد، لا تستعجل. يلا يا أستاذي، ما نريد نزعلك. يلا
بنشوف الحين في رصيدك كم صار. صار بالتأكيد عندك 75 ريال، وبيتكون جزء من الصورة للشخصية اللي نتكلم عنها في حلقتنا لليوم طبعا، أو صورة تدل على الشخصية اللي نتكلم عنها. يلا يا محمد اختار صورة أخرى. 55. سؤال 55 يقول: موقع أثري بمحافظة مسقط عبارة عن وادي تتركز فيه الرسومات الصخرية. من الرسومات الصخرية المكتشفة أشكال حيوانية كالمها والوعل والجمل. وادي بمحافظة مسقط، وادي ع، وادي مشهور، وادي العمرات جنب مستشفى النهضة. حرف العين أول حرف، أصلاً اسم الوادي من ثلاثة حروف. وادي ع. هاي محمد، يلا يا محمد خلص الوادي. حظ أوفق إن شاء الله، أو موفق في المرات القادمة، أو حظ أوفر. شكرا لك وتوفق معنا مرة أخرى. شكرا لك، شكرا لك. توقيت طبعا مهم دائما. عيسى الفليتي، السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عيسى؟ الحمد لله يا أخي، شخبارك يا الصحة؟ يا مرحبا بك. من وين تكلمنا؟ من ولاية السيب. من السيب؟ اي نعم. عيسى اليوم المتصلين ولا واحد منهم حاب ياخذ الفلوس، شو السالفة؟ يمكن سبحان الله صعبين عليهم الأسئلة شوية، زعلانين يمكن. يمكن. أنت ما زعلان أهم شيء؟ نقرب حظنا. طيب بالتوفيق يا عيسى، يلا اختار رقم. 55. يبدو أنك تعرف الإجابة. موقع أثري بمحافظة مسقط عبارة عن وادي تتركز فيه الرسومات الصخرية. من الرسومات الصخرية المكتشفة أشكال حيوانية كالمها والوعي والوعل عفوا إيش؟ وادي عدي. إجابة صحيحة، وادي عدي إجابة صحيحة يا عيسى. صار عندك الحين طبعا من قبل 75 الحين 130 ريال، وتكون جزء آخر من الصورة. يبدو إحنا نتكلم عن شخصية تاريخية، فقيه ومحدث وسياسي. اخترت 110. يلا 110. سؤال يقول: امرأة عمانية صدر لها كتاب مذكرات أميرة عمانية، هي من؟ السيدة سالمة. السيدة سالمة بنت سعيد بن سلطان، إجابة صحيحة يا عيسى. حلو ما شاء الله، جمعت يا عيسى مع إجابتين مبلغ وقدره 240 ريال عماني، والحين تكون عندك جزء جديد من الصورة. عيسى أنت من السيب قلت لي صح؟ اي نعم. طيب عطوه 85. يلا السؤال يقول: موقع أثري في ولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية يتميز بقبوره المبنية بالحجارة التي يطلق عليها اسم قبور خلايا النحل، تعاقب الاستيطان البشري فيه منذ بداية الألف الثالث قبل الميلاد. إيش اسم هذا الموقع الأثري من ثلاث حروف فقط؟ عيد السؤال مرة ثانية بس. في ولاية القابل. أيوة. موقع أثري في ولاية القابل. في القابل؟ نعم في القابل. أول حرف حرف الشين. بدأ التوقيت. يلا. يلا يا عيسى. ثلاث حروف أول حرف شين. شرح. شنة. ما أدري الكمبيوتر حسبها صح ولا؟ صح. صح تستاهل يا عيسى، لا تزعلنا، أنت قلت ما بتزعلنا. أوكي. يلا. يلا يلا. أعطوه رقم آخر. طيب هذا جزء جديد من الصورة، تكون عندك الحين 325 ريال. طيب أعطيني 95. بس إيش 95. إيش الشخصية؟ هذه مدرسة شهيرة في مسقط تحمل اسم الشخصية اللي احنا نتكلم عنها. هل ليش سألتك من السيب؟ أكيد تروح مسقط كثير. إن شاء الله. 95. 95.
السؤال يقول فنان عماني اشتهر بأغنية يا مركب الهند يا أبو دقلين، يبدأ اسمه بحرف العين. هو اسمه أول من غنى هذه الأغنية الفنان المرحوم سالم الصوري. اسمه عبد الله. عبد الله، عبد الله الحتروشي. إجابة صحيحة. الحتروشي، نعم. إجابة صحيحة يا عيسى. وبنشوف كم صار عندك الآن المبلغ. ما شاء الله عندك 420 ريال. عرفت المبنى؟ عرفت المدرسة هذه ولا ما عرفتها؟ يعني بعد شيء الملامح ما واضحة عندي. مش واضحة إلى الآن. أخاف يجيك سؤال صعب ويطير فلوس كلها عليك. أنا خايف أجي أخمن وأروح بال 420 ما عارف. خايف تجاوب غلط يعني؟ لا يجاوب الغلط يعني. زي طيب اختار رقم يلا توكل كمل. أعطيني 65. 65. سد للتخزين السطحي يقع في جبال الحجر الشرقي في ولاية قريات، يمد هذا السد ولاية قريات وبعض ولايات محافظة مسقط بالمياه، ايش اسمه سد؟ ايش سد مشهور؟ سد وادي ضيقة. سد وادي ضيقة إجابة صحيحة يا عيسى. يا سلام صار عندك الآن 485 ريال عماني يا عيسى. فكر، استرجع ذكرياتك، ركز في الصورة، إيش اسم هذه المدرسة؟ اضمن 485 في جيبك، اسمع كلامي. مدرسة الإمام جابر بن زيد بالوطنية. إجابة صحيحة، والله المخرج يقول إنك تعرف الإجابة. تستاهل تستاهل يا عيسى الفليتي، فزت معنا ب 485 ريال عماني. نحن نتكلم عن جابر بن زيد الأنصاري الأزدي العماني البصري، فقيه ومحدث وسياسي، مؤسس المدرسة الإباضية. ولد في قرية فرق في نزوى وتنقل بين بلدان العراق والحجاز واستقر في البصرة. إذن فاطمة بنت علي البلوشية أيضا فازت معنا بمئة ريال عماني، فازت عن طريق الرسائل النصية القصيرة. مبروك عليك يا فاطمة. والآن استقبل اتصال جديد. السلام عليكم. سهام أجابت على السؤال اللي قبله، وفاطمة الصورة اللي بعدها. إذن مبروك للجميع، وسيتم التواصل معكم إن شاء الله. فريق العمل هو اللي بيتواصل معكم. إيمان السلام عليكم. إيمان. ألو. إيمان السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. كيف الحال يا إيمان؟ بخير الحمد لله. من وين تكلمينا؟ من صحار. من صحار. طيب يا إيمان. إيمان أيوة. بالتوفيق لك، اختاري رقم ويلا نبدأ. أيوة. اختاري رقم. رقم 10. 10 ريال. يلا سؤال 10 ريال يقول مفردة عمانية تقليدية تدل على أداة تصنع من الذهب أو الفضة بأشكال وأحجام مختلفة من مكان إلى آخر في السلطنة، تلبس في الأذن عند النساء بالتأكيد، إيش يسموها في عمان؟ حلقة. الحلق أو الحلقة. إجابة صحيحة. جميل يا إيمان، عندك 10 ريالات. اختاري رقم آخر لو سمحتي. هذا جزء من الصورة تكون عندك، وعندك 10 ريالات. اختار رقم جديد. إيمان. 30. 30. السؤال يقول من ولايات محافظة مسندم تضم العديد من المواقع الأثرية مثل مقبرة حجر بني حميد، وتشتهر ببعض العيون المائية مثل عين الصماي، ولاية إيش في مسندم؟ خصب. لا، فرصة أخيرة. دب. ساعدني. يلا، ولاية ميم مسندم. ولاية ميم في مسندم، محافظة مسندم. ولاية ميم غير مسندم. ساعد. مسندم ما فيها الا 4 ولايات. يلا بنعرف الجواب ان شاء الله بعد شوي. معلش نعتذر لك وان شاء الله توفقي معنا مرة اخرى. مريم شكيلي السلام عليك. مريم. ايوه نعم. السلام عليكم.
كيف الحال يا مريم؟ الحمد لله بخير. صوتك بعيد يا مريم. ايوه عليكم السلام. ايوه الحين واضح. مريم من وين تكلمينا؟ من ولاية عبري. ما اسمع. من عبري. من عبري. طيب يا مريم، مريم نحسك زعلانة، حد مزعلك ولا شيء؟ لا والله ما زعلانة، فرحانة. مريم. نعم. لو سمحتي عشان الصوت يوضح لي أنا وللمشاهدين أيضا، اسمعيني من التليفون وارفعي صوتك واختاري الرقم إن شاء الله. يلا اختاري الرقم. 120. ما في 120. أيوة 120. يلا. قلعة تاريخية في إقليم بلوشستان بنيت في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي، إيش اسم هذه القلعة؟ اسمعيني من الهاتف بيبدأ التوقيت بعد شوي. قلعة بدأ التوقيت، عندك أقل من 10 ثواني من الآن. يلا يا مريم. هي في عمان. قلعة الرصاق كانت تابعة لعمان. معلش يا مريم مرة أخرى إن شاء الله. معانا مرة أخرى مها. مها السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا مها؟ كيف الحال؟ الحمد لله تمام. من وين تكلمينا؟ من العامرات حاليا. من العامرات. مها العامرية من العامرات، أهلا وسهلا فيكي. أيوة. يلا اختاري رقم. الله يحييك. خلينا نقول 85. 35. 85. 85. أيوة. يلا 85. عبري ينقل ضنك ولايات في محافظة، أي محافظة اللي فيها عبري وينقل ضنك؟ الظاهرة. الظاهرة إجابة صحيحة. يا سلام. يلا في رصيدك الحين صار 95 ريال، اختار رقم آخر. نختار 95. 95. سؤال 95 يقول أندية محافظة مسقط الرياضية هي، عطيني ثلاث أندية وحاضرين هذه من عندي. نادي سداب. سداب صح. نادي عمان. نادي عمان صح. نادي مسقط. نادي مسقط صح، ونادي بوشر ونادي قريات. إجابة صحيحة يا ما، ألف مبروك. عندك الحين صار يا مها ما شاء الله 95 و95 يطلع لك 190. جزء آخر من الصورة تكون. يلا اختاري رقم جديد. احنا نتكلم عن شخصية إعلامية، إعلامي عماني. إعلامي عماني. ناخذ 110. 110. سباق عرض تقليدي للإبل والخيول العربية يردد فيه المشاركون فن الهمبل أثناء توجههم نحو ميدان السباق أو استقبالهم الضيوف القادمين للمشاركة معهم، إيش سموه هذا السباق؟ يسموه ركض ال ركض البوش. أول حرف عطيني. ركض الع بدأ العد الترازي. الإجابة في السؤال موجودة. يلا ركض الع العربي. سباق الهجل. إيش إجابتك؟ الهجل العربي. سباق العربي. ركض العربي. لا ليس العربي. لا نعتذر لك يا مها وإن شاء الله توفقي. ربما السؤال كان صعب شوي لأنك اخترتي رقم كبير بالبداية، ودائما الأرقام الكبيرة مرتبطة بأسئلة شوي أصعب. معلش. معانا عذاري اللمكية. السلام عليك يا عذاري. عليكم السلام. عذاري عندك 190 ريال، عندك خبر؟ زين. طيب كملي ويانا وإن شاء الله تفوزي معانا. يلا اختاري رقم الأرقام. 55. 55 ريال. يلا
أول صحيفة عمانية تصدر باللغة الإنجليزية، وكان ذلك في 23 فبراير عام 75 عفوا، تصدر عن دار مسقط للصحافة والنشر. باللغة ويش؟ لا لا إنجليزية. الإنجليزية. تايمز. لحظة. تايمز اوف كون العدل. معلش يا اماني، حظ اوفر ان شاء الله في المرات القادمه. اليوم الحلقه لكم عليها. اماني المحروقيه، السلام عليك. وعليكم السلام. كيف الحال يا اماني؟ الحمد لله بخير وعافيه. متابع الحلقه من بدايتها؟ لا ما تابع. توك تابعتي صح؟ ايوه تو. طيب ابشرك، عندك 190 ريال، حافظي عليهم، اختاري رقم. يلا. اذا اماني بتختار رقم، بنشوف اي رقم. 55. سؤال يقول: اول صحيفة عمانية تصدر باللغة الانجليزية، وكان ذلك في عام 23 فبراير في شهر عفوا يوم 23 فبراير عام 1975، تصدر عن دار مسقط للصحافة والنشر. تايمز اوف اومان. إجابة صحيحة يا أماني، جميل. صار عندك يا أماني الحين تشوفي وراي على القلعة 245 ريال. الشخصية تكون جزء من صورة الشخصية، نتكلم عن شخصية إعلامية عمانية عمل في الإذاعة والتلفزيون، انتقل لهولندا وعمل مذيعا في القسم العربي لإذاعة هولندا أيضا، وأيضا له العديد من الإصدارات الشعرية. بتكملي؟ يلا. أيوة كمل معك. خذي رقم 30. سؤال 30 ريال يقول: من ولايات محافظة مسندم تضم العديد من المواقع الأثرية مثل مقبرة حجر بني حميد، وتشتهر ببعض العيون المائية مثل عين الصماي، ولاية إيش في مسندم؟ وتبدأ بحرف الميم في مسندم. ولاية ولاية ما في توضيح عفوا إيش ولاية ما مدحة. مدحة إجابة صحيحة يا أماني. مدحة. ولاية مدحة. يلا نشوف كم عندك صار. هذا جزء جديد من الصورة تكون، وعندك 275 ريال. يلا اختار رقم جديد. تفضلي. رقم. يلا يا أماني. 75. 75 يلا. سؤال 75 يقول: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الحالي هو. اسألي الشباب اللي اخوانك جنبك. اسم مدرب المنتخب الوطني لكرة. هولندي بعد. هولندي. نعم. دين فيربي. صح إجابة صحيحة. إجابة صحيحة يا أماني. أماني أيوه. عشان تكسبي المبلغ كله وتضمنيه لازم تحذري مين هذه الشخصية اللي نتكلم عنها. عندك 350 ريال. ما عرفتي مين الشخصية؟ ما واضح الشخصية، ممكن يعني تعطيني التوضيح مرة ثانية؟ إعلامي وشاعر عماني مارس مهنة التعليم أيضا، وعمل في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، انتقل لهولندا وعمل مذيعا في القسم العربي لإذاعة هولندا، له العديد من الإصدارات الشعرية مثل ديوان مرفأ الحب. بتجاوبي على الشخصية ولا بتكملي؟ لحظة شوية. اختاري رقم طيب. ما مشكلة اختار. يلا اختاري. 20. سؤال 20 ريال يقول: اذكري ثلاثة من وسائل التواصل الجماهيري. ها ولا أسهل. إيه. انت تشوفيني من وين الحين؟
التليفون. التليفون تكلمني من التليفون وتشوفوني التلفزيون صح؟ أيوة. هذا الاثنين. بعد واحد والإذاعة. إجابة صحيحة. والصحافة وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي. جميل يا ماني، إجابة صحيحة. وعندك الحين 370 ريال عماني وتكون جزء جديد من الصورة، لا يروح عليك المبلغ. إذا تعرفي الإجابة جاوبي، إذا ما تعرفي كملي على راحتك. أماني ما عرفت. طيب تفضل اختار الرقم. كم؟ 120. سؤال المئة وعشرين ريال يقول: قلعة تاريخية في إقليم بلوشستان بنيت في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي، إيش اسم هذه القلعة؟ قلعة جاء. قلعة جاء. إيش؟ قلعة جاء. أول حرف من اسم القلعة حرف الجيم. في إقليم بلوشستان. حظا أوفر لك أماني في المرات المقبلة، وعندنا 370 ريال مبلغ كبير. يا ترى بيروح للحكماني جاسم ولا لا؟ جاسم سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا جاسم؟ الحمد لله بخير ونعمة. من وين تكلمنا؟ من ولاية الخابورة. يا مرحبا جاسم. عندنا 370 ريال، تجاوب على السؤال تخمن الشخصية تاخذ المبلغ كله. جاهز؟ إلى الآن شخصية ما أعرفها، لكن أختار رقم 120 لو سمحت. 120 تفضل. سؤال 120 يقول: قلعة تاريخية في إقليم بلوشستان بنيت في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي، إيش اسم القلعة؟ قلعة جوادر. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. وصار عندك ما شاء الله هذا جزء جديد من الصورة تكون. عندك 490 ريال والصورة واضحة. ما عرفتها الحين؟ بعد إلى الآن لا. على راحتك. اختار رقم 45 لو سمحت. 45. سؤال 45 يقول: تحيط بعمان ثلاث مسطحات مائية مترابطة مع بعضها، إيش هم؟ بحرين وخليج، اذكرهم. بحر عمان. أيوة. بحر العرب. والخليج. والخليج العربي. والخليج العربي. جميل يا جاسم. يلا هذا جزء جديد من الصورة، 535 ريال. حاب تجاوب على الصورة ولا بتكمل؟ إلى الآن الصورة بعد ما أعرف لها. بعدك ما عارف الصورة؟ لا والله. يلا. 65. 65. منتخبنا الوطني لكرة القدم سيلعب في نهائيات أمم آسيا 2019 في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات وين؟ ثلاث منتخبات آسيوية غير عربية. غير اليابان. اليابان صح. أوزباكستان. أوزباكستان صح. و ستان ثالث عاد كازاخستان تقريبا. تركمانستان نعتبرها إجابة صحيحة. طبعا برافو عليك يا جاسم، إجابة صحيحة. شكلك كروي يا جاسم صحيح؟ الحمد لله. جميل. عندك الحين 600 ريال لا يروحن عليك يا جاسم. إلى الآن ما عرفت الشخصية، معقولة؟ نتكلم عن إعلامي عماني شهير وشاعر. عماني وشاعر. تقلد منصب مدير الإذاعة ومدير التلفزيون. كيفك بتكمل على راحتك؟ لحظة تركز بس، أعطينا 110 لو سمحت.
110 يلا على راحتك يا جاسم. يلا سباق عرض تقليدي للإبل والخيول العربية يردد فيه المشاركون فن الهمبل أثناء توجههم نحو ميدان السباق أو استقبالهم الضيوف القادمين للمشاركة معهم. قلنا ركض إيش؟ العرضة. ركض العرضة إجابة صحيحة. طيب ما اختلفنا إجابة صحيحة. صار عندك يا جاسم الحين ما شاء الله 710 ريالات. بعدك ما عرفت الشخصية؟ ها يا جاسم من مؤلفاتي الشعرية ديوان مرفأ الحب. تفضل. أريد معلومات زيادة. أنا مشكلتي ما في الإعلام. على راحتك. عندك آخر رقم بتجاوب على السؤال أو تجاوب على الصورة. عشان تحافظ على المبلغ لازم تعرف مين الشخصية. لازم تعرف مين الشخصية نتكلم عنها. تقريبا سليمان العامري. معمري. عطنا إجابة أخيرة لو سمحت. وعندك بعد 130 ريال بتكمل على 130 لما تفكر. نتوكل على الله نشوف 130 لو سمحت. يلا عطول 130. مؤلف كلمات السلام السلطاني المرحوم بدأ التوقيت. يلا يا جاسم يا جاسم يلا 700 ريال. جاسم تسمعني؟ سمعت إن شاء الله. يلا يا ما يصير يا جاسم ترى الوقت عندك 10 ثواني. ممكن تساعدنا بالبداية الاسم؟ الراحل شخصية راحلة كاتب حفيظ سالم. الراحل حفيظ سالم. حفيظ سالم الغساني. يلا يا جاسم. نعم المرحوم حفيظ بن سالم. نعم بن سالم الغساني. هذه صورة الشخصية 840 ريال. على فكرة أنت أول واحد كملت الصورة كلها من بداية برنامجنا. من فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. اسم الشخصية لو سمحت. حفيظ. حفيظ قلت لك. لا اللي كاتب نعم نعم الوطني. نعم كاتب. نعم اسم الصورة. نريد اسم الشخصية الإعلامية العمانية اللي ظاهرة على يمين الشاشة الآن. بدأ العد التنازلي يا عزيزي جاسم. بيكون عندك أقل من 15 ثانية. إذا ما قدرت تعرف الإجابة الصحيحة بيروح عليك 840 ريال. إعلامي عماني يعني قلنا لك كل المعلومات بصراحة. ومتأكد إن في حد فايز معنا عن طريق الـ SMS للآن. هاي يا عزيزي. جاسم؟ ما أعرف صراحة ما أعرف. شكرا لك يا جاسم. نعتذر لك و لجميع الأصدقاء اللي يعني اليوم سبحان الله الحلقة مش راكبة اليوم وايد معنا اليوم الشباب. يلا ناخذ اتصال. يبدو أن الوقت قد انتهى في هذه الفقرة. 840 ريال بتروح إن شاء الله لحلقة أخرى. معانا عبد الله بن سالم الشكيلي أجاب إجابة صحيحة على الشخصية اللي حنتكلم عنها. بالتأكيد حنتكلم عن الإعلامي العماني الشهير والمرموق ذياب بن صخر العامري. أسأل ما كنت تفعله يا صديقي على الأقل اسأل من بجانبك. كان البحث مطلوب منك. حظ أوفر إن شاء الله في المرات القادمة. إذن مشاهدينا ننتهي عند هذا القدر في مسابقة شخصيات القلعة. ننتقل إن شاء الله إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة تحدي القلعة بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. برنامج المسابقات القلعة يوميا في رمضان مشتركين من داخل وخارج الاستوديو. جاء
جوائز نقدية قيمة جدا جدا. تابعونا يوميا على تلفزيون سلطنة عمان، وطن الشموخ والسلام. كيف نخلي بهجة رمضان تملى كل مكان؟ بصورة حلوة أو بكلمة أحلى، تستفيد من وقتك قبل الفطور وما تفوتك لحظة على السحور. ما تفوت الفرصة لما يجيك الدور، تعزم أحبابك أو هم يعزمونك. لحظات رمضان تحلى مشاركتها مع أريدو. أريدو، استمتع بالإنترنت، استمتع بالصحة والطعم الطازج والشهي. تم تربية دجاج الصفاء في عمان بعناية، فهي تتغذى على أعلاف طبيعية بدون هرمونات، بدون مواد حافظة، وبدون صبغات أو مواد مضافة. 100% حلال وطازج كل يوم، ولذلك تعد الصفاء للأغذية العلامة الرائدة في مجال إنتاج المنتجات الغذائية للسلطنة وخارجها. الصفاء خيارك الطازج الصحي والشهي. يلا يلا ها شوف كيف الخضره. الو نزل يا احمد. ما والله بسم الله الرحمن الرحيم. هي هاي مقتول الشيخ علي. انا ما ابي شيء. فاقرأ سبيل النجاة وارسم على من رسم، هو الحياة والحياة وهو الهدى والقيم. فاقرأ سبيل النجاة وارسم على من رسم، هو الحياة والحياة وهو الهدى والقيم. بكم مشاهدينا الاعزاء في الفقره الاخيره من برنامج مسابقات القلعه، وهي فقره تحدي القلعه. وكالعاده نستضيف فريقين معنا في قلعتنا، نتعرف عليهم. السلام عليكم، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ الحمد لله طيب. مستعجل انت؟ اسمي كريم عوض بن زايد الخنبل. اخرناكم اليوم؟ باكر دوام؟ دوام ان شاء الله. من عندي اجازه. تم. لا دخيلك امزح. طيب عوض من وين؟ من رستاق. من رستاق، حياك الله. حياك الله. تفضل.
أيمن الشرياني من رصداق. أهلا وسهلا، تفضل. محمود الجابري من ولاية العمرات. أهلا وسهلا فيكم كلكم أسرة واحدة. نعم. حياكم الله. جاهزين إن شاء الله؟ جاهزين إن شاء الله. موفقين. طيب نتعرف معنا أسرة على يساري، الاسم كريم. شهاب الرميضي من ولاية نزوة. أهلا وسهلا شهاب. أهلا فيك. شهلاء الرميضية من نزوة. شهلاء أهلا وسهلا. حمد الرميضي ولاية نزوة. حمد والدهم ما شاء الله. والدهم. حياكم الله، أول مرة تشاركوا في التلفزيون معنا؟ أول مرة. وناويين تفوزوا إن شاء الله. إن شاء الله. لأن أخرناهم على المدارس بعد. لا هم إجازة. باكر ما في مدارس؟ إجازة. يلا إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. إذا مسابقة تحدي ألقى ألعاب، نعرض إن شاء الله صورة مخفية ب 12 قطعة، سؤال واحد عليه 12 إجابة، مطلوب من الفريقين كل واحد يعطينا إجابة معينة ويكتشف إيش هي الصورة، على كل قطعة يجاوب عليها في مبلغ مالي معين. الفريق الفائز بالمركز الأول هو اللي يعرف أكبر عدد ممكن من الصور وأيضا بيربح المبلغ المالي كاملا بالإضافة إلى نسخة من الموسوعة العمانية. جاهزين إن شاء الله؟ جاهزين. جاهزين. جاهزين يا شباب؟ يلا كلنا جاهزين. إذا السؤال يقول: يوجد في محافظة مسندم 4 ولايات و4 جزر و4 حصون. نبدأ معكم، تفضل عطونا اسم ولاية أو حصن. ولاية مدحة. مدحة. نشوف إجابة صحيحة و45 ريال في رصيدكم، وينكشف جزء من الصورة الآن. إذا جزء غير واضح طبعا. نرجع لكم، تفضلوا. ولاية خصب. خصب. نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة ولا لا. تأكيد إجابة صحيحة وعشر ريالات في رصيدكم. نرجع للفريق ولاية بخا. بخا. إجابة صحيحة ولا لا؟ بنشوف إجابة صحيحة و25 ريال في رصيدكم، صار 70 ريال وكشف جزء آخر من الصورة طبعا. سماء. سماء إلى الآن. نرجع لكم الآن، عطونا لو سمحتوا إجابة. جزر الحلانيات. جزر الحلانيات. لا إجابة خاطئة. نرجع ولاية خصب. أجابوا عليها خصب. حصن خصب. حصن خصب إجابة صحيحة وعندكم 175 ريال انكشف الحين، بينكشف لكم جزء جديد من الصورة. عرفتوا الصورة ولا لا؟ لا. بتكملوا صح؟ كمل. يلا نرجع لكم، تفضلوا. هي حصن مدحة. حصن مدحة. بنشوف إذا كانت إجابة صحيحة ولا لا. إجابة خاطئة مرة أخرى. نرجع لكم. ولاية دبا. دبا. بنشوف إذا كان إجابة صحيحة، 35 ريال في رصيدكم. أظن الصورة مبهمة إلى الآن، صحيح؟ والله صعبة شوي. جميل، لا تجازفوا. نرجع لكم، تفضلوا. حصن دبا. حصن دبا. إجابة صحيحة ما شاء الله، وصار عندكم 125 ريال في رصيدكم. عرفتوا الصورة بتخمنوها ولا لسه صعبة؟ بعدها صعبة. صعبة، جميل. هاي يا شباب تتشاوروا، أشوفكم. تتشاوروا، عندكم جواب على الصورة. لسه مش واضحة صح؟ زين أعطوني إجابة. حصن الخندق. بنشوف إذا كانت الإجابة صحيحة ولا لا. ما في حصن الخندق، إجابة خاطئة، حصن الخندق في البريمي. نرجع لفريق نزول. يلا احنا قلنا حصن خصب وحصن دبا، واحنا نقول يوجد في محافظة مسندم 4 ولايات و4 جزر و4 حصون. قالوا ولاية مخا. مخا. ما لا إجابة خاطئة. أنت اقتربت. قصدك بخا. بخا. إيه بخا فعلا. بخا طبعا إجابة صحيحة، 25 ريال وهي اختاروها من قبل. هي 4 ولايات في مسندم. باقي عندكم الجزر، طيب جربوا الجزر. جزيرة معروفة. جزيرة أم الغنم. أم الغنم. جزيرة أم الغنم.
إجابة صحيحة. طيب إجابة صحيحة و90 ريال في رصيدكم. حابين تجاوبوا على الصورة؟ لسه صعبة بالنسبة لهم، لسه مش واضحة. نرجع لكم مرة ثانية. طبعا هو منظر طبيعي، بس من أي منطقة؟ أكيد في السلطنة، بس من وين؟ أعطونا إجابة على سؤالنا، جربوا وجمعوا مبلغ مالي ويحق لكم تجاوبوا على الصورة. عندكم 125 ريال. يلا الأسرة تتشاور فيما بينها. أسرع لو سمحتوا. في جزر معروفة جدا. توقع في جزيرة التلغراف. التلغراف إجابة صحيحة. 80 ريال وصار عندكم 205 ريالات. هذه الصورة اتضحت أمامكم الحين. اذكروا لنا هذه الصورة وين بس، وراح تربحوا 205 بيكونوا في رصيدكم. نمشي الإجابة؟ مشي عندهم. يلا تفضل. الإجابة الخاطئة ترجعكم لسكور زيرو. بر الحكمان. بر الحكماني؟ الصورة 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 صورة بر الحكمان؟ أيوه. إجابة غير صحيحة. النيابة، النيابة بر الحكمان. إجابة خاطئة. عندكم جزيرتين وحصنين باقيين. حصن مدحة. حصن مدحة. حصن مدحة. حصن مدحة. لا حصن منطقة أخرى أو ولاية أخرى. حصن دبا. نشوف حصن دبا. حصن دبا موجود. حصن دبا أخذتوا عليه 115 ريال. لا ولاية، من ولاية دبا. دبا موجودة بعد. لا الحصن غير. هم؟ ولاية دبا هو أربع ولايات موجودة. إيه بس اخترتوها. الحصون حصن دبا. والحصون بعد بأخوذها. أيوه. نعم. الحين مطلوب منكم أن تحزروا ما هي الصورة، وطبعا بدون ما تكتسبوا مبلغ مالي أبدا. نرجع لفريق نزوة. عندكم الحين إمكانية معرفة الصورة. صورة ممكن يكون ميناء مسندم. ميناء مسندم. صورة لميناء مسندم قال فريق نزوة. إذا كانت الإجابة صحيحة أم لا؟ إذن هل هو ميناء مسندم؟ إجابة خاطئة وانكشف جزء جديد من الصورة. ترجع لكم تفضلوا. مرفأ صور. ليس مرفأ صور. إجابة خاطئة. نرجع لكم مرة أخرى. ماشي تقريب مثلا من أي ولاية؟ ترى احنا نبغي منكم من أي ولاية الحين. إذا قلت لي من أي ولاية خلاص كسبت. هذا المنظر وين بيكون؟ بندر الخيران. بندر الخيران إجابة خاطئة. جزء جديد من الصورة طبعا تروح عليكم هذه المبالغ. ونرجع لكم هذا المنظر من وين؟ صورة يعني قديمة وحديثة. الصورة صورة حديثة. احنا نتكلم عن وين اصلا في هذا السؤال؟ المسندم. عفوا المسندم. الصورة ايش؟ من مسندم. من مسندم. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. إذا عندنا 300 ريال عماني تذهب لرصيدكم من الجولة الأولى. نتمنى منكم التركيز في الجولات القادمة. ننتقل للسؤال التالي. يلا السؤال التالي يقول، السؤال الثاني يقول ما هي مسابقات ألعاب القوى الرئيسية في البطولات الدولية والأولمبية؟ الكمبيوتر بسجل عنده 12 لعبة، لازم تعطوني نفس الأجوبة. تفضلوا. يلا أسرع. مسابقة الوثب العالي. الوثب العالي أو القفز العالي. القفز العالي. نشوف إذا الإجابة صحيحة ولا لا. إجابة صحيحة. 45 ريال.
وانكشف جزء من الصورة. نرجع لكم يا شباب. يلا سباق الجري 5000 متر. سباق الجري 5000 متر. هو سباق الجري. يلا الجري. الجري بنقول الجري. أيوة. علي 10 ريالات. ارفع صوتكم لو سمحتوا. انكشف جزء جديد من الصورة. نرجع لفريق نجوى. رمي الجلة. رمي الجلة. نشوف. رمي القرص. رمي القرص. نشوف رمي القرص. إجابة صحيحة 90 ريال. وانكشف جزء جديد من الصورة. نرجع لفريقكم يا شباب. رمي الرمح. رمي الرمح. بالتأكيد إجابة صحيحة. رمي الرمح. وعليه 115 ريال عماني. جميل. انكشف جزء جديد من الصورة. واضح بأن هناك رياضي في الصورة ولكن من هو هذا الرياضي مش واضح. ما واضح. جميل نرجع لكم. رياضة الوثب الطويل. الوثب الطويل. الوثب الطويل أو القفز العالي. إجابة صحيحة. القفز الطويل 60 ريال. هذه الصورة بدأت تتضح. يبدو أن الرياضي يحمل علم السلطنة. نرجع لكم. هيا شباب أعطونا رياضة. طيب رياضة. أيوه بركات الحرس. لا الوثب العالي الوثب الطويل. رمي الجلة. قلنا رمي الجلة. القرص. القرص. شيء الجلة شيء. عندكم ال الجري كله. سباق التتابع. التتابع غير مذكور معانا في القفز. في انواع كثيره في القفز. القفز الثلاثي. قلت القفز الثلاثي. يلا اجابه صحيحه. وانكشف جزء اخر من الصوره. وعندكم 195 ريال. ما عرفتوا من الصوره طبعا. تفضلوا. لا بعد سباق 100 متر. سباق ال 100 متر. يلا عندكم جواب آخر تفضلوا. أو سباق الحواجز. الحواجز. القفز ب ممكن. أو القفز بالزانة. القفز بالزانة. 230 ريال في رصيدكم. انكشف جزء جديد من الصورة. ما عرفتوا مين صاحب الصورة. لا بعد. طيب نرجع لكم. خلينا نشوف رياضة. يلا أسرع. الوقت يدركنا. سباق التتابع. الملاكمة. الملاكمة. عفوا. الملاكمة. الملاكمة. الجمباز يقول الشباب. احنا نتكلم عن بطل عماني على فكرة أولمبي. بعد ما ورد. هذه صورته. مش واضحة صورته. طيب. ننقل السؤال. إليكم. ممكن يعني نقول الصورة أو بتحاولوا تجاوبوا على الصورة؟ أتوقع الصورة ممكن. تفضل. محمد المالكي. محمد المالكي. إجابة صحيحة لفريق نجوى. إذن النتيجة الآن 230 ريال عماني لفريق نجوى و300 ريال لكم يا شباب. معلش. طيب عندنا السؤال الأخير. السؤال الأخير. نوجه تحية للمالكي. والسؤال الأخير يقول من أهم المحاصيل الزراعية في السلطنة. نرجع لكم أول إجابة. تفضلوا. التمور. 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 نشوف التمور ونشوف الإجابة. أكيد هي مش محطوطة. الكمبيوتر ما حطها لكم. هو قصده من النخيل. النخيل طبعا. يلا 10 ريالات تفضلوا. حصيل الرمان. الرمان. إجابة صحيحة 45 ريال. عندك. نرجع لكم. القمح. 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 متأكد؟ إجابة صحيحة 125 ريال. جميل. انكشفت لكم الصورة الحين بس ما تعرفوها صح؟ يلا نرجع لكم. محاصيل البن. البن.
البن غير موجودة معنا في هذه الخيارات. الحين نعطيك محاولة ثانية، تفضل. طيب حصيل الطماطم، الطماطم أو الخضار، أو الخضار. الخضار إجابة صحيحة و125 ريال. وينكشف جزء جديد من الصورة، نرجع لكم. يلا أسرع. الفواكه، الموز يعني. الموز، الموز إجابة صحيحة 60 ريال. انكشف جزء جديد من الصورة، نرجع لكم. الحمضيات، الحمضيات، الحمضيات منها الليمون. الليمون صحيح، إجابة صحيحة، وصار عندكم 160 ريال. نرجع لكم يا شباب. النارجيل، النارجيل، وطبعا صلالة، جوز الهند، هو الجوز، الجوز، الجوز. عندك محاولة أخرى، تفضل. الجوز، 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 الجوز. نعم 70 ريال. عرفت الصورة ولا لا؟ ما واضحة، ما واضحة، مش واضحة. طيب نرجع لكم الصورة من ولاية، ولاية الداخلية، إذا جبتوا عليها تحافظوا على 160 ريال. فوادي هو. حابين تجاوبوا على السؤال ولا على الصورة؟ اللي تشوفوا. ممكن ناخذ السؤال. السؤال تفضل. البطيخ. احنا قلنا الخضار والفواكه الحين يعني يشملها. يشملها. البطيخ. محاصيل الدقيق اللي هي الدقيق. الشعير والذرة وال موجود القمح. القمح في الصورة. جاوبوها. نعم. ايش عندنا؟ اللبان. مش مذكورة معانا الآن. الصورة. يا. وما اقتربتم من الإجابة؟ صورة من الداخلية. وادي. وادي هذا بس مشكك فيه، وادي ثاني. ولاية قريبة من مسقط في الداخلية. لأن وقت البرنامج قد انتهى بالفعل، عندكم آخر فرصة عشان تجاوبوا على الصورة إذا حابينها وعلى السؤال، تفضلوا. الصورة بعدها ما واضحة بس. مش واضحة، والسؤال ما عندكم إجابة على السؤال؟ يلا. ممكن يكون بدبدالة، وادي بدبدالة. إجابة غير موافقة، نرجع لكم. فنجة. إجابة خاطئة، ليست فنجة. سمايل، وادي سمايل. نرجع. وادي سمايل. وادي سمايل. وادي سمايل. إذا نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة ولا لا. بالفعل إجابة صحيحة، وادي سمايل. الصورة هي لوادي سمايل من أكبر أودية عمان، يفصل بين سلسلة جبال الحجر الشرقي والغربي. طبعا شكرا لتواجدكم معنا كالفريقين، نورتونا وأنستونا وشرفتونا. النتيجة النهائية 230 ريال حصلتوا عليها، ألف مبروك عليكم 230 ريال. شكرا لتواجدكم معنا. والفريق الفائز بالمركز الأول 565 ريال عماني، ألف مبروك عليكم الجائزة. وأيضا بالإضافة لنسخة من الموسوعة العمانية، ألف مبروك عليكم. شكرا لتواجدكم معنا. إذا مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير ولنا عودة في ختامية برنامج القلعة، ابقوا معنا. كيف نخلي بهجة رمضان تملى كل مكان؟ بصورة حلوة؟ أو بكلمة أحلى؟ تستفيد من وقتك قبل الفطور، وما تفوتك لحظة على السحور، ما تفوت الفرصة لما يجيك الدور، تعزم أحبابك أو هم يعزمونك. لحظات رمضان تحلى مشاركتها مع أريدو.
أريد استمتع بالإنترنت. ميسي أحسن لاعب. لا لا رونالدو. ولا أقول ميسي أحسن. لا طبعا رونالدو هو الفائز وهو الأفضل. لا 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 هذا ولا ذاك، أنت الفائز. اربح باقة مدفوعة التكاليف مقدمة من فيزا لحضور مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية. احصل على فرصة واحدة لكل 10 ريالات عمانية تنفقها من بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط، أو تقدم بطلب الحصول على البطاقة الائتمانية الحصرية فيزا فيفا كأس العالم واحظى بفرصة للفوز مقدمة من فيزا. شجع من قلب الحياة حدث في كأس العالم فيفا 2018 مع بطاقات فيزا من بنك مسقط. فيزا شريك فيفا الرسمي. كيف نخلي بهجة رمضان تملى كل مكان؟ بصورة حلوة أو بكلمة أحلى، تستفيد من وقتك قبل الفطور وما تفوتك لحظة على السحور. ما تفوت الفرصة لما يجيك الدور، تعزم أحبابك أو هم يعزمونك. لحظات رمضان تحلى مشاركتها مع أريدو. أريدو استمتع بالإنترنت. مشاهدينا الأعزاء، هكذا كانت أجواء برنامج المسابقات القلعة لحلقة اليوم، الحلقة السابعة. هذه الحلقة أعتقد هي أقل حلقة ربحا عن طريق الاتصال، عندنا أكثر من 14 اتصال، ثلاثة فازوا معنا فقط على حد علمي، أليس كذلك كنترول؟ ثلاثة فقط. نتمنى منكم مشاهدينا الأعزاء، يوم أمس كنا نتواصل، فريق العمل يتواصل مع اللي اختاروا من الكمبيوتر ليرسلوا كلمة سر عشان يكلمونا عن طريق التليفون يكونوا خارج المنزل. إذا أردت أنك تفوز معنا في برنامج القلعة، البرنامج القلعة يعتمد على المشاركة بالصوت والصورة، فما تقدر أن تشترك فقط بالصوت. فنتمنى منكم أنكم تركزوا معنا في قادم الحلقات، احنا وصلنا للحلقة السابعة إن شاء الله وأمامنا العديد من الحلقات. إذا نبارك للي فازوا معنا في حلقة اليوم، وحظ أوفر للي ما توفقوا في حلقة اليوم، مثل ما شفنا بعد في المسابقة الأخيرة هي تحدي القلعة، فاز معنا فريق بأكثر من 600 ريال. نذكركم مشاهدين الأعزاء بمسابقة القلعة، ما عليكم الإرسال كلمة القلعة على الأرقام الخاصة بالبرنامج وتربحوا فرصة للفوز ب10,000 ريال عماني أسبوعيا، وأيضا 20,000 ريال ليلة العيد إن شاء الله، يوميا على 250 ريال. شكرا لمتابعتكم أصدقائنا المشاهدين، نراكم في الحلقة المقبلة من برنامج المسابقات القلعة، تصبحون على ألف خير. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. صلوا عليه، قولوا شي لله يلي في الحضرة، قولوا بسم الله، قولوا يا رب صبره.